صباح للي عنده صباح، ومساء للي عنده مساء، وتصبح على خير للنايمين. غبنا شوي عن الشاشة، نمنا شوي بس ما متنا. جينا شي جديد، هذا اللي منقلكم اذا بدكم تضربوه اضربوه، بس اذا وقع منكم ما تطرقوا بالارض، دعوس عليه بالسيارة. بايزن 2 برو وبايزن 2، انتبهنا منيح، قرب لعندي لقلك. البايزن 2 برو والبايزن 2 ما بيفرقوا عن بعض الا شوي صغيره. خلي عينك ما وانت واعيله منيح. هيدا هو البايزن 2 برو. شو بيفرق؟ البايزن 2 برو جديد بيجي 8256. البايزن 2 نفسه جديد بس مش برو، بيجي 628. الكاميرا 48 ميجا بكسل تريبل كاميرا. الميديا تاك هيليو بي 90، هونيك عندنا جي هون بي، بعد عندنا الال والام. اما الاندرويد 12 6.5 الشاشه، 48 ميجا بكسل الكاميرا. انتبهوا لشغله، البطاريه تاعيته 6150، اما الشارج اللي هو ما بفوت مي اذا نحن ما لعبنا فيه، الشارج تاعه 18 واط، اكيد فاست شارج، اكيد اول 40 دقيقة بشرج فوق ال 60%. شاشته كتير واضحة، حجمه كتير خفيف، 6150. الشاشة تاعيته 6.5 FHD، هيدي الديسبلاي. خلينا نساعدكم، هون ما بدنا كفر، ما بدنا شيء، لا بيتجرح لا بيتجرح ولا بيتعور ولا بينضرب ولا بيعمل شيء. هذا الشارج اللي قلنا لكم 18 واط، وهيدا الكيبل اللي بيجي يو اس بي تايب سي. هيدا باختصار، وهيدا جديدنا، وهيدا ستار كول، ويلا.